شاي بقى باكل ابويا. تسلمي ايدك. بمناسبه موضوع ابوكي ده، ابوكي ده راجل طيب، راجل غلبان، وانت بصراحه كده يعني تتكلمي معاه بطريقه بايخه قوي. المفروض تتكلمي معاه بطريقه احسن من كده. ده برضه ابوكي. ده كان زمان قبل ما ترضى عني. مالكه تاني في ايه؟ ما انا دلوقتي ابوس ايده كل يوم. مالكه تاني في ايه؟ شوقي إيه؟ انا كنت عايزه اقول لك على حاجه كده. ايه قولي؟ انا عايزه اتنقب. ليه؟ ده انا قلت انت هتفرح لما اقول لك. اوعي تفتكري ان البنت لما تكون كويسه تكون كويسه يعني عشان متغطيه ولا عشان منقبه. البنت بتبقى كويسه بسبب ادابها، تدينها، خوفها على نفسها، احترامها، مش انها تتنقب. وبعدين يعني ما هي ممكن تبقى منقبه ومش باين منها غير عينيها، وبعينيها دي توقع ادخن شنب. صح؟ عندك حق. وبعدين يعني ماله الحجاب؟ الحجاب حلو، الحجاب جميل، جميل يعني. اصل البنات بتوع اليومين دول المحجبين الشمس بيبقى لازق على جسمها كده. يعني في واحدة محجبة مش مؤدبة يبقى كل المحجبات مش مؤدبين؟ يعني أنا بس كنت بقول لك إن الحجاب مش زي ما أنت فاهم. وإحنا مالنا؟ وبعدين ما أنا عشان كده قلت لك البنت المؤدبة مش بلبسها ولا بالحجاب ولا بالخمار ولا بأي حاجة. البنت بنفسها هي عايزة إيه؟ هي عايزة تعمل إيه؟ وبعدين أنا شايف يعني إن البنت لازم كل اللي تبقى مركزة فيه إزاي تداري مفاتن جسمها. وأنت أكيد عارفة زي ما كل البنات عارفين ازاي يداروا جسمهم وازاي يحافظوا عليه. وبعدين بما اني هبقى جوزك اديني بقول لك اهو يا ستي، داري جسمك وحافظي عليه وغطيه. وانت اكيد بقى عارفه هتغطيه ازاي، مش انا اللي هقول لك، مش كده ولا ايه؟ ما الحكومه دلوقتي هتمنع النقاب. ما هو يعني ليهم حق، لان في ناس بيستخدموا النقاب ده غلط، في ستات وفي رجاله بيستخدموا النقاب غلط، فلازم يمنعوه. لكن ما هو يعني ما هو سايبين الخمار وسايبين الحجاب. يعني بلاش اتنقب؟ انا شايف ان الحجاب كفايه او حتى الخمار مش مشكله، بس اهم حاجه زي ما قلت لك ما ينفعش تبقي لابسه حجاب ولابسه بنطلون جينز ضيق من تحت. ها كده تبقي بتستعبطي. يعني ما استعبطش عليك يعني؟ بقول لك ايه، طب انا همشي. لا خلاص خلاص، والله العظيم ما هستعبط تاني. ما قلتليش عامل ايه في جوازتك الجديده؟ مية مية دكتورة والبركة فيك. طب عليا النعمة لولاك كان زماني اتخلعت. الله يخليك أيوة. بس أنا قصدي أقول إن كل يوم كده خطر عليك وعلى سنك. يا عم العمر واحد والرب واحد، وبعدين اللي جاي مش قد اللي راح. الله على رايك، كل واحد بقى ليه عقل يدبر نفسه. لا يا دكتورة بس بفهم. لا 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 ما تفهمنيش غلط يا معلم جابر، انا ما اقصدش كده يعني، انا اقصد اللي انت بتاخده هو اللي معيشك وخليك تفهم. متهيألك يا دكتور ده علاج. جسم البني ادم ده لا مؤاخذة زيه زي اي مكنة، له عمر افتراضي. يعني هتجيب شاب زي انا وانت فلازم من وقت للتاني تتزيت، ولا يا دكتور؟ ماشي يا اخوي، افضل زيت انت في المكن لحد اما تعطل المكنه. يبقى ربك اللي عايز كده، هنعمل احنا ايه بقى؟ نعمة بالله. لا مؤاخذة يا دكتور، يعني في سؤال. لا انت لا مؤاخذة عامل ايه؟ انت راجل انت هتعك معايا ولا ايه؟ قوم اجري قوم. يا عم بروح عليا انا، ما اقصدش يا دكتور. الله الله، راجل غلط صحيح هيقول لي مكنه مش مكنه، روح اتوكل على الله روح. يا عم الحق عليا، عايز اقفل معاك بدل ما انت مقفل معايا كده. يا اخي مش هقفل، انا قاعد بايت فيها. خليك قاعد. هيقول لي ماك انا بقى عكننا على اخر الليل. حن عليا، حن عليا وبين المستخبى، حن عليا وبين المستخبى. انا صرفت كل اللي حلت يا رب، يا رب انا صرفت كل اللي حلت يا رب، يا رب.
طب اعمل ايه؟ خرج الامانه بقى، خرج الامانه، خرج المستخبي، خرج اي حاجه. يا رب ده انا صرفت كل اللي حلت، يا رب خرج اي حاجه، اي حاجه. قفل تليفونك ليه؟ انا جبت لك ازاي بقى الزفت الاحمر؟ طلبت ازاي بقى؟ جبت لك ازاي؟ انت فين؟ استغفر الله العظيم يا رب. اعمل ايه؟ قفل تليفون. اكلم نبيل. سهل البصمات بقى الزازه. اهلا يا حبيبي، عامل ايه؟ عامل لي ايه؟ انت فين يا عم؟ حد سامع صوتك؟ انا برضه اتغيرت ولا انت؟ ولا اتغيرت ولا حاجه. وبعدين انا مش عارف مالك اليومين دول. في ايه؟ مورنا كله. بقول لك يا نبيل، انت فاكر الراجل بتاع الاسرار اللي انا قابلته عندك؟ فاكره. عايز منه ايه الراجل ده؟ ما هو متنيل قافل تليفونه. انا عايزه ضروري. انا عايزه ضروري يا نبيل، عايزه ضروري. يخرب بيتك ده نصاب.